طبعا مميزة الليجو مارس 3 الترا 4K، منو ال سي دي 3D برينتر. راح نشوف هالطابعة تصميم صناعي ممتاز المظهر، تكامل اللوحة راح يوفر خطوات مريحة وراح تكون أنيقة، والدقة مثل ما شفنا الاسم 4K راح تبدو الطباعة النهائية أقرب للنموذج نفسه. هالطابعة راح توفر لنا حجمين، حجم طباعة صغير وحجم طباعة كبير، ومصدر الضوء اللي راح يكون COP قوي الدقة راح يعمل بنظام المثبت الحراري على كفاءة تبديد حراري أعلى بنسبة 50% من الإصدار السابق. والسكة خطية صلبة ولوحة بناء مصقولة بالرمل راح تعمل بسلاسة وهدوء، والنموذج راح يلتصق بقوة وليس من السهل إسقاطه. راح نشوف بمارس 3 إنه هي أول طابعة عالية الدقة ألترا 4K، راح تستخدم شاشة ال LCD عالية الدقة وهيكل مصدر ضوء UV مطور والأشعة فوق البنفسجية. طبعا تم تجهيزها بشاشة ال LCD أحادية اللون مونوكورم فائقة و6.6 بوصة بدقة 4K، بالمقارنة مع طابعات ثلاثية الأبعاد العادية 2K LCD راح يكون عندنا حجم طباعة أعلى بنسبة 37% من المارس 2. فهيك راح نشوف انه دقة ال XY راح توصل لل 35 ميكرو أعلى بنسبة 30% من سلسلة المارس 2، وكفاءة الطباعة العالية وأداء أكثر استقرار وصيانة أقل. 36 ضوء ليد متكامل للغاية مع عدسة سطح حرة مصممة حديثا، تجمع الضوء راح يتجاوز 90%، وهيك راح نشوف دقة طباعة أكبر من الطابعات السابقة. وبننتقل بحديثنا لهيكل تبديد الحرارة، واللي هي أول مرة راح نشوف طابعة ثلاثية الأبعاد راح تعتمد بهيكل تبريد الحرارة أنبوب نحاسي. لهذا الشيء راح يؤدي لتحسين أداء تبريد الحرارة بشكل كبير، وراح يقلل من الانحلال الخفيف، وهيك راح نحصل على 6000 ساعة من الطباعة المستمرة والانحلال الخفيف أقل من 5%، وهذا الشيء أكيد راح يمد من عمر الطابعة ثلاثية الأبعاد. راح يرافق الطابعة خزان راتنج ومنصة بناء وكشافات وأكيد دفتر تعليمات المستخدم وقناع وقفازات للحماية وقمع وقرص 2 جيجا. والميزة الأخيرة راح تكون ضمان لمدة عام واحد على الطابعة بأكمله. Please like and share. And don't forget subscribe our channel.